من المشاهد الأخرى للجولة الثانية دكتور عدنان هو الصراع بين ناديي النجف ونفط الوسط، قراءتك لهذا الموضوع؟ أشكرك هاني، بس أتمنى تنطيني وقت لهذا الموضوع، يعني الحقيقة الموضوع حزب نفسي جدا. تفضل. أولا من أشعل فتيل الأزمة؟ أولا لجنة المسابقات غير محقة تماما في موضوع نقل المباراة من النجف. راح تقول لي الملعب غير صالح، احنا في وضع استثنائي، نريد الدوري يرجع. اولا المباراه بلا جمهور الان ممكن نلعب على اي ملاعب، ما اكو اي مشكله بالموضوع، المهم الدوري يستمر والدوري ينطلق والدوري يعني يجري بدون تاجيل، وهذا هو الموضوع الاول. فلذلك انا اقول لجنه المسابقات مخطئه تماما في موضوع نقل المباراه من النجف. طيب لماذا لم تعلن قبل بدء الدوري؟ قبل شهر، قبل شهرين تقول ملعب النجف غير صالح، ملعب النجف غير مستعد حتى تخلص من هذه المشكلة. هذه أولا. الأمر الثاني، أنا ما أعرف شنو هذا التعاطي المتوتر، كل واحد وكأنه هو بطل فيلم. شنو هذا؟ يعني نادي النجف يهدد، مشجعي يهددون، هذا أمر غير منطقي غير مقبول. مدينة النجف مدينة مقدسة ولها قيمتها، إذا على مستوى كرة القدم، إذا على مستوى الأخلاق المبادئ، أعتقد ما قامت فيه الهيئة الإدارية مخزي جدا. اللي يريد يعترض ويحتاج، انا قلت لهم هم محقين، بس مو نهدد، مو نرفض، مو نستنكر، هذه مو طريقه حل. معيب هذا، معيب هذا. اولا الحل اللي جات له الهيئه التطبيعيه، انا قلت لك هو خطا لجنه المسابقات، لكن الحل الاخر بنقل المباراه الى كربلاء، خلي ينتبهون اهل النجف، خلي ينتبهون. اولا المباراه صارت من حق نفط الوسط، ونفط الوسط هو ملعبه الاساسي هو ملعب كربلاء. فبالتالي بعد ما نمحق احنا ما نروح نلعب كربلاء. المباراة مو ملعبهم الان، المباراة نقلت الى الان اصبحت مباراة نفط الوسط. هسه تقول لي بعدين نفط الوسط اعلنوا رغبتهم في تأجيل المباراة، هاي رغبتهم بحتى ما تصير يعني المشكلة تصل الى وضع متأزم. فانا اعتقد اولا التعاطي سيء من لجنة المسابقات، وتعامل ادارة النجف او جمهوره كان اسوأ، لان ما يصير احنا نحكي بلغة التهديد، احنا لازم تكون عندنا اولا نفكر بمصلحة الوطن، بمصلحة كرة القدم، بمصلحة الدوري، مو الشعارات، العمل. فأنا أعتقد الأمور كان يفترض تحسن من البداية بالنسبة لجنة المسابقات، وبالتالي تمضي الأمور بشكل صحيح، لأنه المباريات الآن ممكن تقام على أي ملعب. بالمناسبة أنا أيضا أشكل على لجنة المسابقات إقامة المباريات كلها في ملعب الشعب. يعني شنو راح يصير في ملعب الشعب؟ استنزف، روح ألعب بملعب الكرخ، ألعب ملعب الشعب الثاني، هي مباريات بلا جمهور. يا باقي الملاعب سأتحدث بهذه النقطة دكتور، أشرك الكابتن حيدر.